ويا صباح الوصفات اللذيذة، اليوم بسوي معاكم مسقعة أو مصقعة على قولتنا. بسويها بطريقة سهلة ولذيذة تقدرون تاكلونها مع العيش أو مع الخبز. طريقة بيتنا لذيذة جدا، نسويها باللحم بنات، يمكن تختلف شوية عن المسقعة المصرية بس وايد لذيذة. هذه المقادير اللي نحتاجها حق طبق اليوم: بيديان مقلي، أوكي، بطاط مقلي، بصل قاصينة شرايح مو مقلي، طماط تقدرون تستخدمون الطماط العادي، انا بستخدم تشيري توميتو ألذ، فلفل بارد، ثوم، لحم مفروم، اللحم المفروم طبعا عصجة، البصل المفروم هذا حق اللحم، اوكي، وفلفل حار. هذه مقادير المسقعة. اول شيء بنعصج اللحم لان كل شيء جاهز، البطاط مقلي، البديان مقلي. فشوفوا بحط الحين زيت زيتون، اوكي، وبصل مفروم كذي ناعم، اقعد اقلب البصلة لين تذبل، اوكي، ما بيها تاخذ لون بس تذبل، بعدين نضيف اللحم المفروم. استخدم انا لحم فريش مفروم، تبون غنم تبون بقر كيفكم، احنا نفضل الغنم. طبعا اليوم غاسلين اللحم، انا ما اغسل اللحم المفروم بس هم غاسلينه ما لحقت عليهم، فيلا ما يخالف نستخدمه. انا بالنسبه لي صراحه ما اغسل لا اللحم المفروم ولا الستيكات. شوفوا البصله خلاص ذبلت، الحين احط اللحم، اللحم المفروم. ونحمس على نار عاليه. مقلة صغيرة فبشيلها وبحط هذا، اوكي، عشان اقدر احمس عدل اخذ راحتي. ونبدأ الحين نقلب اللحم مع البصل ونضيف البهارات. بدي نضيف البهارات، اول شيء بحط شوية من البهار المشكل، اي بهار انتم تحبونه وتستخدمونه، اوكي، نتفة كركم، شوية كزبرة بودر، وشوية فلفل أسود، وشوية فلفل حار، بحط فلفل تركي لأنه مو وايد حار، أنا حطيت فلفل أسود فما أبي أكثر. وسلامتكم، نقلب لحم الحين مع البهارات، بعدين نضيف الثوم والملح. ما قصرت على النار كلش علشان لا يطلع اللحم ماي. هذا الملح وهذا الثوم، اللحم جاهز خلاص. شوفوا الحين نبدي نسوي طبقات المسقعة، ترى سهلة وايد ولذيذة وتقدرون تسوونها بدون لحم. حق اللي ما ياكلون لحم عادي تسوينها بنفس الخطوات بدون لحم اذا تحبين. المسقعة تقدرون تسوونها باكثر من طريقة، تقدرون تطبخونها على الشولة، تحطون الماعون اللي يدخل الفرن على الشولة وتلفونه بقصدير وتخلونها تطبخ على الشولة، احنا كذي نسويها، او تدخلونها الفرن كيفكم، يعني الطريقتين ينفعون عادي، اوكي. اول شيء بماعون المسقعة نحط البصل، بصل كذي قاصينه دوائر، اول طبقه من تحت بصل، اوكي، البصل طبعا مو مقلي. الطبقه الثانيه فوق البصل نحط البطاط، البطاط مقلي،
نبدي نوزعه كذي، نصفه فوق البصل. فوق البطاط نحط اللحم اللي سويناه، اوكي؟ اللحم المعصج. بحط الحين الفلفل البارد، تقدرون ما تحطون اذا ما تحبونه، اوكي؟ شرايح فلفل بارد كذي فوق اللحم. فوق الفلفل البارد نحط البيديان، نترس الطبقة اللي فوق هذه بيديان، احنا نحب البيديان وايد. هي طبعا المسقعة اساسها البيديان. وبنحط الشيري توميتو فوق اخر شيء، نزين بالشيري توميتو وبالفلفل الحار. ما عندكم الطماط هذا الصغار عادي حطوا طماط عادي، يعني مو مشكله. الحين راح اقص الطماط هذا انصاف واوزعه فوق البيديان مع شنو؟ مع الفلفل الحار. فلفل حار علوب قاصينه كذي دوائر، اوكي؟ هذه الطبقه الاخيره، بعدين اسوي معاكم الصلصه اللي بنطبخ فيها المسقعه. قاعدين تشوفون جمالها، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا ترى الشيري توميتو ألذ من الطماطة العادية. بنات راح تعطي المسقعة كذي حموضة خيالية. شوفوا بعد ايش حلو شكلها. الحين بحط الفلفل الحار وخلصنا. سوي معاكم الصوص اللي بنطبخ فيه المسقعة. بالنسبة حق الصوص اللي بنطبخ فيه المسقعة نحتاج علبتين معجون طماط، اوكي؟ بالاضافة الى ماي حار. ما راح احط بهارات، فقط ملح، لان احنا ما ملحنا لا البطاط ولا البيديان، اوكي؟ فما راح احط بهارات كلش، احنا حطينا بهارات على اللحم. نحتاج فقط ملح لان احنا ما ملحنا البطاط والبيديان والطماط والبصل. الحين ناخذ من الصوص ونصب على المسقعة. ليش حطيت 2 معجون طماط؟ لان ابي الصوص يكون كذي ثقيل، ابيها ما نبيها مرقة خفيفة، عرفتوا؟ نبي فيها صوص بس يكون ثقيل. نطبخها على النار بالضبط، اذا على الشولة تاخذ لها ساعة ويكون كل شيء ذايب ومتمخمخ ومستوي، اوكي؟ اذا بالفرن تاخذ وقت اطول حسب حرارة الفرن. ألفها الحين بقصدير وأشب الشولة، أطبخها وأرجع لكم أصور لكم إن شاء الله بعد شوي الشكل النهائي. جاهزين نشيك على المسقعة بعد ساعة. ريحة البيت خيال خيال صارت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رباه شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، كل شيء تسبك واستوى ما شاء الله تبارك الرحمن. بس بنطفي الشولة، ما نبي الصوص ينشف لأن حلاتها بالصوص اللي فيها. يمي
كذي خلص طبقنا اللذيذ، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. تقدرون تقدمونها مع عيش مصري، عيش بالشعرية، مع أي نوع عيش أنتوا تحبونه، وتقدرون تاكلونها بخبز، خبز إيراني، خبز خباز، وعليكم بالعافية.